حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحافية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. كشفت منظمة دولية عن عدم رغبة 98% من الأسر النازحة بالعودة إلى مناطقهم الأصلية في الوقت الحالي، موضحة أن الأسباب تتعلق بتضرر المنازل وانعدام فرص العمل والميشيات. وذكر تقرير لمنظمة ريتش الدولية المعنية بحركة النازحين ترجمته صحيفة المدى أن مسحا أجرته في مخيمات بمحافظات دهوك وأربيل والسليمانية ونينوى عن نيات النازحين بالانتقال إلى مناطقهم الأصلية في مدة 12 شهر المقبلة. وأضاف التقرير أن من الأسر الموجودة في تلك المخيمات ليست لديهم رغبة بالعودة إلى لأسباب تتعلق بانعدام الأمن في مناطقهم الأصلية وعدم وجود فرص معيشة وقلة الموارد المالية، هذا فضلا عن عراقيل أخرى منها تضرر بيوتهم التي لا تصلح للسكن. انعدام الأمن والافتقار إلى خيارات المعيشة وقلة الموارد المالية فضلا عن الأضرار التي تعرضت لها منازلهم هي من أبرز المعرقلات الشائعة التي عبرت عنها العوائل النازحة التي تحول دون تمكنهم من العودة لمناطقهم الأصلية. هذه العوائل النازحة في حال حصول تحسن في الوضع الأمني والمعيشي والسكني فإن ذلك قد يمكنهم من العودة لمناطقهم ويغادرون المخيمات. وأكد التقرير أن فرص الحصول على عمل بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بحدود 18 عاماً من العوائل النازحة في تلك المحافظات هي متدنية. وتحدث التقرير عن وجود 1,173,812 نازحا في العراق لغاية شهر أيلول الماضي، في حين يستمر معدل العودة بالتراجع. وأفاد التقرير بأن محافظة دهوك يتواجد فيها 15 مخيما تضم 1,407 عائلات نازحة أغلبها قادمة من مناطق سنجار والبعاج ونينوى. إلى صحيفة المدى مشاهدينا ومقال للكاتب عبد المنعم الأعسم عن التعذيب في العراق، قال فيه: تعذيب السجناء حتى الموت بهدف انتزاع اعترافاتهم أو إملاء اعترافات ملفقة على لسانهم ملف كبير ومخزن ومرعب. كل هذه الممارسات الهمجية في الماضي والحاضر تضعها المعاهدات والمواثيق الدولية تحت ملف انتهاكات حقوق السجناء، والتي صارت معيارا لهوية الأنظمة والحكومات وشكل التزاماتها بالمواثيق ذات الصلة قبل الحكم على السجين أو بعده. وقد شرعت في بنود إضافية وبحوث ودراسات مدنية وقضائية لم تبقي أي ذريعة لاستخدام العنف والإرهاب في التحقيق مع المتهمين ولا مع السجناء مهما كانت الجريمة التي ارتكبوها. في الآونة الأخيرة تثير مخاوف مشروعة من أن تكون ممارسات الأمس قد تكررت في 36 سجنا ومؤسسة تأهيل للأحداث تابعة لوزارة العدل. ومما يقلق هنا هو تلك المعطيات التي تكشف عن انتهاكات وتضييقات يتعرض لها سجناء على يد جهات أمنية وميليشياوية دون علم وزارة العدل، وربما بتواطؤ من موظفين كبار فيها. وفي وقت سابق نقل عن مصادر في وزارة الصحة تأكيدها ارتفاع عدد الوفيات داخل سجون التسفيرات ومراكز الاحتجاز. وقال تقرير نشرته منظمة تعنى بشؤون السجون استمرار عمليات التعذيب الممنهجة، ويضاف هذا إلى تقرير سابق عن وفيات غامضة في السجون يجري التحقيق فيها من قبل إدارة السجن نفسه الذي توفي فيه السجين. تحت عنوان العراق مكافحة الفساد كآلية الاستمرار كتب إيلي عبدو مقالا في صحيفة القدس العربي، جاء فيه: رئيس الوزراء محمد السوداني الذي ذكر في آخر مؤتمر له أسماء موظفين صغار تورطوا في عملية الفساد في سرقة القرن تجنب الحديث عن متورطين آخرين.
فقد لمحت صحيفة فاينانشال تايمز إلى الميليشيات التي دعمت رئيس الحكومة الحالي للوصول إلى المنصب وإغفال المتورطين الكبار أي داعمي السوداني، يكشف لأي درجة أن مسألة مكافحة الفساد في العراق يشوبها كثير من الزيف والتضليل وتوظف لأغراض سياسية، بحيث ينجو الفاعل الحقيقي بفعلته ويقدم الصغار كقرابين للاستهلاك الإعلامي. فالأحزاب المتنافسة على السلطة التي في غالبيتها تملك أذرعا عسكرية، لديها لجان اقتصادية يزرع أعضاؤها في وزارات الدولة للحصول على منافع وعمولات، حسب ما كشفت عنه اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد برئاسة الفريق في وزارة الداخلية أحمد أبو رغيف. ارتباط آلية الفساد باستمرار الأحزاب يجعل مكافحته أداة من أدوات المنافسة على السلطة وتسجيل نقاط على الخصم، ما يحول مكافحة الفساد إلى فساد مضاعف مرة بارتكابه وأخرى بتزييف مكافحته، إذ المطلوب ليس اعتقال شبكات مدعومة حزبية بل موظفين صغار وصناعة استعراض إعلامي لاستخدامه سياسياً. كل ذلك يؤكد أن محاربة الفساد الجدية لا تستقيم ما لم يتم ربطها بإشكالية الدولة الميليشيا وتغول الثانية على الأولى واستيلاؤها على قرارها ومقدراتها. كلما جرى الفصل بين الاثنين انخفض منسوب الفساد، وكلما تطابقا أكثر زاد الفساد. هذه هي المعادلة الصعبة. ما لم نبدأ من هنا سنظل نشاهد السوداني محاطا بأكداس الأموال المستردة عبر صور التقطها مصوره معدوم الموهبة، فيما الفساد يتجذر أكثر في العراق. علقت مجلة إيكونوميست على الانتفاضة الإيرانية ذاكرة أن الإيرانيين فقراء بدرجة لا يستطيعون تنظيم الإضرابات، فقد أوضحت أن النظام الإيراني يستخدم التهديدات والاعتقالات وزيادة الرواتب من أجل إسكات العمال. وجاء في التقرير أن منصات التواصل الاجتماعي حافلة بالدعوات إلى إضرابات عامة، وهي إشارة إلى التاريخ عندما قرر عمال النفط الإضراب في عام 1978 عندما انخفض الإنتاج بنسبة 2/3، وكافح آنذاك نظام الشاه من أجل دفع الفواتير المستحقة عليه. وفي وقت لاحق شل الإضراب العام البلاد عن الحركة، وبعد عام أطاح الإيرانيون بنظام الشاه. إذن يأمل الإيرانيين بحسب الصحيفة بتحفيز مثل هذه الحركة في هذا العام للإطاحة بنظام الملال الذي حل محل الشاه طوال هذه السنوات. اعترف الإعلام الرسمي أن نسبة الإيرانيين الذين يعيشون على 3 دولارات في اليوم تضاعفت إلى 31%، ولا يعد التهديد والتخويف السبب الرئيس في تجنب العمال الإضرابات، بل ووضع نصف عمال النفط وعددهم 205,000 موظف الذين استخدمتهم الحكومة بناء على عقود مقيدة، ولو فصلوا من أعمالهم فسيصعب عليهم العثور على عمل جديد. وفي الوقت الحالي يمكن للنظام تجنب الإضرابات العمالية من خلال شراء مؤيديه، لكنه لا يستطيع طباعة النقود بشكل مستمر والتي ستزيد من التضخم وتفقد العملة الإيرانية المزيد من قيمتها. ورغم ارتفاع أسعار النفط والضرائب العالية، إلا أن الميزانية الإيرانية تعاني هذا العام من عجز. وفي تشرين الأول أكتوبر قالت اللجنة المالية في البرلمان إن خامنئي مرشد الجمهورية وافق على استخدام الصندوق السيادي للحد من العجز في الميزانية، وطالما عجز النظام عن تقديم أجوبة جيدة للمتظاهرين في الشوارع والعمال في المصانع فسيظل يواجه أزمة تتعلق بمصيره. ماذا تعني موجة الاحتجاجات لمستقبل الحزب الشيوعي الصيني؟ نشر موقع مركز أبحاث المجلس الأطلسي تقريرا قال فيه إن الاحتجاجات التي نشبت في الصين بخصوص إجراءات سياسة صفر كورونا تطورت، وبات المحتجون يتطلعون إلى ما هو أكثر بكثير من إنهاء عمليات الإغلاق الشديدة، ويضغط بعضهم من أجل تنحي شي جين بينغ ولكي يتوقف الحزب عن فرض الرقابة على المعارضة. وقد عرض الموقع الجهود التي قد يبذلها الحزب الشيوعي للتعامل مع هذه الاحتجاجات ومدى فعاليتها بحسب الموقع،
وقال جون كولفر وهو زميل أقدم غير مقيم في مركز الصين الدولي، قال إن الحزب الشيوعي الصيني محاصر بسياسة صفر كوفيد التي خدمت أهدافه السياسية إلى أن ضربتها متغيرات أوميكرون، وإذا انفجرت الإصابات فقد ينهار النظام الصحي تماما، مؤديا إلى وفاة أكثر من 1,000,000 شخص. الطريقة العملية الوحيدة لخروج الحزب من المأزق الآن هي استيراد أو ترخيص تصنيع لقاحات الغرب، ولكن حتى ذلك سيستغرق أشهراً أو ربما عاماً آخر، وسيتعين على الحزب الاعتراف كرهاً بأن سياساتهم واعتمادهم على اللقاحات المحلية قد فشلت من الناحية السياسية، يتوفر لهم أدوات عقابية أوسع وأكثر تعقيداً وانتشاراً مما كانت عليه خلال احتجاجات ميدان تيان آن من في عام 1989، وهو الوضع الذي بنى من أجله تشي وسلفه الدولة الحزبية المتشددة. ومع ذلك لا يمكن إدارة البلاد إذا وصلت الحالة من احتجاجات كبيرة ومستمرة طوال الوقت. إن المسار العملي حالياً هو تنفيذ حملات قمع انتقائية وتخفيفها بمرور الوقت، وسيكون الاختبار الحقيقي للوضع في مهرجان الربيع الذي يبدأ 22 كانون الثاني يناير من العام المقبل. فإذا جرى منع السفر على نطاق واسع فسوف يتعمق كابوسهم الأمني، لكن يعرض السماح بالسفر بتفشي المرض، وسيحدث ذلك مباشرة قبل المؤتمر الشعبي الذي سيعقد لتنصيب رئيس الوزراء الجديد ومجلس الدولة. من الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. حققت تونس فوزا مفاجئا على فرنسا حاملة اللقب التي خاضت المباراة بالعديد من اللاعبين البدلاء، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخروج المبكر من كأس العالم لكرة القدم في قطر أمس الأربعاء. وعاشت الجماهير التونسية في المدرجات لحظات ممزوجة بالفرح والحزن، وذلك بعد الفوز على منتخب فرنسا بطل العالم بهدف دون مقابل سجله وهبي الخزري، وفي الوقت نفسه خاب أمل الحاضرين بسبب ضياع حلم التأهل. مع كل هذا التألق كانت تونس تحتاج إلى الفوز على فرنسا المتاهلة بالفعل بشرط عدم خسارة الدنمارك أمام أستراليا في المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة، وهذا ما لم يحدث لأن أستراليا قد فازت على الدنمارك وانتزعت بطاقة التأهيل الثانية من تونس. حل مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول من بين المطارات الأكثر ازدحاماً في عموم أوروبا بمتوسط رحلاته اليومية. فقد كشفت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا عبر تويتر أن متوسط رحلات مطار إسطنبول بلغ 1,220 رحلة يومياً في المدة بين 18 والرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني نوفمبر الحالي. وأوضحت أنه وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، فقد حل مطار إسطنبول في المركز الأول من حيث الازدحام. هذا وظهر التقرير أن مطار لندن هيثرو حل ثانياً ب 1,143 رحلة، ومطار باريس شارديغول في المركز الثالث ب 1,106 رحلات.
قبل الختام مشاهدينا الكرام، فلنتابع هذا المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. في تموز من عام 2014 حلقت الطائرة الماليزية من طراز بوينغ 777 في رحلتها العادية MH17 من أمستردام إلى كوالالمبور، وعلى متنها 283 راكباً، إضافة إلى طاقمها المكون من 15 شخصاً. وقبل دخولها المجال الجوي الروسي تحطمت ليتم العثور عليها قرب مدينة شختيوريسك بمقاطعة دونتسك داخل الأراضي الأوكرانية، وهي تحترق وقد قتل كل من كان على متنها. ومنذ ذلك الحين والدول تتبادل الاتهامات بشأنها، فيما تحوم الشكوك حول إسقاطها عمداً على ارتفاع 10 كيلومتر جنوب شرق أوكرانيا، بما هدد سلامة الطيران المدني. الكارثة تعود إلى الواجهة. في ظل الأزمة الروسية مع الغرب، أصدرت إحدى المحاكم الهولندية قراراً بالسجن مدى الحياة غيابياً على روسيين اثنين وآخر أوكراني بعد إدانتهم بتهمة القتل وضلوعهم في حادث إسقاط الطائرة بصاروخ من طراز بو، وهو نظام صاروخي روسي الصنع أرض جو ذاتي الدفع متوسط المدى مصمم لصد صواريخ كروز والقنابل الذكية. فيما برأت المحكمة مشتبهاً روسياً رابعاً، وقد تم تقديم المشتبه بهم الأربعة إلى المحاكمة غيابياً. ترحيب منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وامتعاضه اعتبر حكم المحكمة الهولندية خطوة أولى مهمة على طريق الحقيقة، مؤكداً استمرار التحقيق بتورط أفراد آخرين واتخاذ إجراءات أخرى ضد روسيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنظمة الطيران المدني الدولية. فالاتحاد الأوروبي يتهم لواء الصواريخ الروسي 53 المضادة للطائرات والمتمركز في كورسك بإطلاق الصاروخ الذي أسقط الطائرة، بينما وصفت الخارجية الروسية مجريات المحكمة وقرارها بالمسيس، خاصة وأنه يعد واحداً من أكثر المحاكمات فضائحية في تاريخ القضاء على وصفها بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. برأيك، هل سيفتح الحكم المجال أمام مزيد من التوتر بين روسيا والغرب؟ وفي ختام جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام، عصد الأقلام من الرافدين تقبلوا تحيتنا.